بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبدأ باللغة الفرنسية. ليش فرنسي؟ لا دي فرنسي بعدين فنان مشاهير. عموم المعرض اسمه اي ممكن تستمع. طيب عند الفرنسي اللي هو المرفوضين، صالة المرفوضين. معنا الفنانة نور الشهري، حتكلمنا عن فكرة المعرض. تفضل يا نور. فكرة المعرض الفنانين تكون أنفسهم فرصة عرض أعمالهم، من حقهم أعمالهم تعرض بدون يشكم عليها، سواء جميلة أو جميلة. جميل، بس هنا في عمق تاريخي للموضوع. صارنا المرفوضين هنا ذاكرين في باريس إنه في شاب يدعى، فإيش يعني إيش المقاربة من الموضوع الرئيسي واللي أخذ اسم المعرض؟ هو تقليد منتشر في أوروبا. أيوة. يسمح للفنانين اللي رفضت أعمالهم في المعارض الرسمية بعرض أعمالهم في صالة مصرية. طبعاً هالشيء ساهم في أتاح الفرصة للأعمال الفنية، زادت التعاملات والأنشطة الفنية خارج مساحة الصالات الرسمية والحكومية. هذا طبعاً أثر على حركة الفن وتجارته بشكل قوي. يعني برضو انتشرت صالات العرض التجارية وصارت صالات الأعمال الفنية. طبعاً هنا نتكلم برضو على الناحية المجتمعية، نشأت طبقة جديدة من المجتمع.